السلام عليكم حناناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى لينا وعامل الزينشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. يا الغزالات ديالي كنحمق عليكم وكنموت عليكم يا الزينشات ديالي. شكرا على كل تعليقاتكم الأكثر من رائعة رائعة جدا اللي كتعطيني واحد الدفعة إلى الأمام، وإن دلت على شيء فهي تدل على رقيكم وطيب أخلاقكم. يا النواعم ديالي، يا الرقيات ديالي، الزينشات ديالي، فطلبتوا مني كذلك واحد الوصفه ديال تنحيف البطن. بما انه عطيناها غير السريط ياكو وما كتحركوش من بلاصتكم او ما كتبغيوش ديروا السبور، فبغيتوني نعطيكم واحد الوصفه اللي هي رائعه جدا واللي انا شخصيا كنت بجربها تاني البنات. واحد الفتره ما كنت كنتحرك، ما كنت غير كنصرط وكنقعد الارض، ما كنتحركش نهائيا، وبغيت لطيه اختي تبقى مقاده، وبغيت يا اختي الكرش كل لصق ليا في الظهر. لكن لان من بعد دابا، من بعد هذا الوقت هذه ديال البرد ياكو، كتبقاو داخلين ليا بيجاما على بيجاما على بينوار على بينوار، وما كتعرفيش الحاله واش ولات مزريه تا كيوصل الصيف، ما كتبغي تلبسي الحبيبه ديالي والطبوكسيه الغزال ديالي. بالحق انا جبت لك الحل من دابا ديريه باش ان شاء الله ما تحليش الغزال ديالي الا بغيتي تلبسي شي جليبه ولا شي لبسه بحال هكذا. فغنعطيكم واحد البذور اللي هما رائعين رائعين جدا اللي اكتشفتهم، عرفتوا يا البنات الفنين والتوب ديال التوب، واللي كيصاوبوا بهم دوك الكبسولات ديال التنحيف. ولكن انا صراحه واحد الحاجه اللي رائعه جدا اللي اكتشفتها انهم غير البطن كيرققوا يا البنات، غير البطن يعني دوك الغازات اللي كيكونوا عندكم في البطن، لان بزاف ديال الناس كيكونوا عندهم غير دوك الغازات منفخين ليهم البطن ديالهم. وكذلك غنعطيكم واحد الوصفه اللي عطاتها الدكتوره سالي فؤاد، واحد الحاجه اللي التوب ديال التوب اللي فعلا كتحيد لكم 80 غرام. عرفتي شنو هي 80 غرام؟ كل ليله تمشي لك من الدهون، راه واحد الحاجه اللي هي كبيره كبيره بزاف بزاف، واحد الحاجه اللي رائعه جدا. فغنعطيكم يا الغزالات ديالي واحد البذور اللي هي رائعه جدا، اللي هي بذور الشيا. شفتوهم يا الغزالات ديالي بذور الشيا، ها هما كيفاش دايرين اللون ديالهم، شفتوهم معايا الحبيبات ديالي. جبت لكم هذه مسدوده لان ما كانتش عندي هاد الباكيه هذه، وانا بغيت نوريها لكم باش الا بغيتوا الغزالات ديالي انكم تشريوها، لان الا وريتكم غير البذور كيشبهوا لدوك البذور ديال السكران. السكران غادي يعرفوا غير الصحراويات لان كيتستعمل في تسمين بعض المناطق، فهما كيشبهوا لهذوك البذور ديال السكران. راه عندكم تمشيو عند شي عطار ويعطيكم السكران وتمشيو تستعملوه في بلاصه البذور الشيا، عرفوا مزيان اش غادي تجيبوه عاوتاني ياكو. بذور الشيا، هاد بذور الشيا الغزال ديالي اش غادي ديري بهم؟ فطريقه جد بسيطه، انك غادي تاخدي واحد الملعقه كبيره في نصف لتر من الماء. طبعا انا جبت هنايا غير واحد شويه ديال الماء في نصف لتر من الماء، يعني القرعه ديالك اللي غتولي تشربي فيها اليوم كامل. فغادي تاخدي قرعه فيها نصف لتر من الماء، الى عندك الماء المعدني غادي يكون افضل يا الغزال ديالي، ولكن الى ما عندكش يستحسن انك تصاوبي ماء يكون مغلي وتخليه حتى يبرد يا الحبيبه ديالي، ثم غادي توضعي فيها ديك الملعقه الكبيره من بذور الشيا، وغادي تخليها تبات ليله كامله، وفي الصباح بحال هكذا وغادي تشربي قبل الافطار سواء ب 20 دقيقه نصف ساعه حسب الرغبه ديالك. ويستحسن ان الافطار ديالك يكون صحي يا الحبيبه ديالي، عرفوا اش كتدخلوا لكرشكم، ماشي تلبسي حوايج غاليين وتشري اي حاجه غاليه ولا، ولكن الماكله غالي كليتي، داك المصطلح ديال ايوا ما كاين اللي شاف كرشك. لا يا الحبيبه ديالي، عزلي وتخيري، والماكله المخيره هي ديالك، الحاجه المخيره هي ديالك، بغي راسك. الا بغيتي راسك غادي تبغي الناس المحيطين بك، والناس غادي يبغيوك، سبحان الله داكشي كاين بعليك من الداخل. ولكن الا كنتي انت الحاجه الرخيصه ليك، الحاجه الخايبه ليك، والحاجه الزوينه للناس، عمرك ما غادي تكوني مرتاحه. لهذا انت اولا ثم انت اولا ثم انت اولا ياكي، ومن بعد كيجيو المحيطين بك كيفما كانوا، يكونوا ولاد يكون راجل تكون فاميله تكون اللي بغى يكون. فبغي راسك باش الناس المحيطين بك يبغيوك يا الزينه ديالي، وكلي ليا الاكل الصحي والميكله الزوينه ديالك الغزال ديالي. فمن بعد يعني في طول اليوم حاولي انك تحركي، والبنات اللي بغاو كريم لتنحيف البطن
رجعت معكم يا الغزالات ديالي والبنات اللي بغاو كريم لتنحيف البطن، فقط كتبوا كريم لتنحيف البطن. ابداعات نهى اللي النواعي، ما صوبت لكم واحد الكريم حصري لقناتي فقط، واحد الحاجه فريمون التوب ديال التوب، واعره واعره واعره. والبنات اللي حيت شفت بزاف ديال التعليقات هذه الفتره اللي غبت عليكم، بغاو وصفه لزياده المناطق الانثويه، وانتم عارفين ما كنضحكش عليكم، اي وصفه كنحطها لكم كتكون مجربه مليون بالمئة، وانا طبعا فأرد تجاربكم يا الغزالات ديالي. معليش فما عليكم يا الغزالات ديالي الا تكتبوا وصفه لزياده المناطق الانثويه. ابداعات نهى للنواعم، كاينين كريمات، كاينين زيوت، بزاف ديال الحاجات، فكنتمنى فقط انكم تعملوا جوله فقط على القناه. اما بالنسبه للوصفه الثانيه اللي عندي اللي غتوليو تستعملوها قبل النوم بساعه، طبعا حاولوا انكم ما تعشاوش، ماشي تغلقي ليا ما عرفتي تاكلي ليا الرفيسه، تاكلي ليا ما عرفتش شنو، شي طويجين، حيت سورتو سورتو الصراحه حنا المغاربه يا اختي الا ما تعشيناش كيجيونا لي كوشمار، سورتو والله العظيم حنا المغاربه الا ما تعشيناش كيجيونا لي كوشمار بالليل. لهذا حاولوا كل شي حاجه خفيفه ياكي قبل النوم تقريبا بساعه يا الغزاله ديالي. فخدي دانون يكون طبيعي، ولا لا قلت السميه ديال سميتو ياغورت، خذوا ياغورت طبيعي، اي نوع متوفر عندكم ديال يوغورت طبيعي يكون مسوس، ضروري انه يكون مسوس. وغادي تاخدي الشوفان يا الحبيبه ديالي، فغادي تاخدي يوغورت طبيعي كامل، انا دابا الحامض ما عنديش ولكن ضروري من الحامض في هذه الوصفه. غادي تاخدي هذه عليها جوج ديال المعالق كبار ديال الشوفان ولا ملعقه كبيره فقط، وغادي تاخدي دوك الحامضات اللي كيكونوا صغار ياك، غادي تاخدي النص ديالها وغادي تعصري داكوغ، غادي تعصريه على هاد المكونات هادو بثلاثه بهم، ثم غادي تاكليها يا الحبيبه ديالي. ودائما كل ليله كوني على يقين انها كتحيد لك 80 غرام من الشحوم المحيطه بالبطن. وحاولوا عفاكم ديروا الحزام، جمعوا الكرش ديالكم سيرتو باردون البنات اللي عندهم ديك الكرش ديالهم مدليه ليهم، يعني العضلات ديالهم ترخاو، حاولوا ديروا حركات باش تشدوا دوك العضلات، فهمتوني؟ ولا ما قدرتيش يا اختي فيك العجز ولا ما عندكش الوقت ولا كل واحد الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، كل واحد وظروفه. فغادي تستعملي واحد السميطه غادي تاخديها سواء من الصيدليه، سواء عند مالي الماكياج عندنا في المغرب، سواء هنا في اوروبا غير في المارشي، الا كاع ما قدرتي انك تشريها مثلا من الصيدليه جاتك غاليه، راه كيبيعوهم الهنود في المارشيات. غادي تاخديها الحبيبه ديالي وغادي تدوريها لي على الكريشه ديالك، واستعملوا داك الكريم اللي عندي ديال تنحيف البطن، راه ايفيكاسي البنات، وانا شخصيا مجرباه توب ديال التوب، وغتلبسي اللي بغيتي وغديري يعني اي حاجه كتلبسيها غادي تجي معك باذن الله تعالى. كنتمنى يا رب ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وان عندكم يا الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما دريتكم الا انا منكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. طبعا هاد الوصفات هادو استعملوهم بشكل يومي، واتحداكي ثم اتحداكي ثم اتحداكي في الاسبوع الاول غادي تمشي ليك الكرش، يعني غادي تلاحظي عبري يا الحبيبه ديالي، عندك المترو عبري شوفي شحال من سنتيم اللي فيك، ومن بعد عاودي عاوتاني عبري. وانا كنتحداك طبعا الاكل الصحي، ماشي تاكلي ليا الرفيسه العميه والرفيسه اللي كتشوفوا ما نعرفوش، وفي الاخير تقولي ليا نوها الوصفه ما دارت ليا والو. شوفوا اللي بغى العسل يصبر القريص النحل، الوصفات الطبيعيه كيعطيو نتيجه، كتاخذ المهم واحد شويه ديال الوقت ولكن كيعطيو نتيجه. ولكن انا كنحاول نعطيكم الوصفات السريعه، حتى انا بحالكم ما فيا اللي يتسنى يا البنات، والله كنبغي الوصفات السريعه السريعه. فايل عندكم اي تساؤل كما قلت لكم ما تردكم الا انا ميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. وما تنساوش انكم تتابعوني على تيك توك يا اختي، تيك توكي تيك توك زين تيك توك تيك توك ديفا مزيغ يا الغزالات ديالي، ومرحبا بكم كذلك على انستغرامي نهى توفيق، وعلى قناتنا ديفا مزيغ نهى توفيق. مرحبا بكم يا الغزالات ديالي، راني كنبغيكم وكنموت عليكم. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير، ربي يسر لي اموري واموركم، ودعيوا لي مع الام ديالي بالرحمه. استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه.